أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل والذي أرسل بمجموعة من الأسئلة: رجل كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يقضي ما فاته من الصلوات وما هو الراجح في ذلك؟ الصحيح أنه لا يقضي، لأنه في تركه الصلاة متعمدا يكفر ويخرج من الملة، فإذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة دخل في الإسلام من جديد. والكافر إذا تاب والمرتد إذا تاب لا يجب عليه قضاء ما حصل، لا يجب عليه قضاء ما ترك في حالة الكفر وفي حالة الردة، وإنما يبدأ حياته الإسلامية من جديد. نعم.